ذات اللواء، كنا بنتكلم على الدروس المستفادة في حرب أكتوبر تحديدا، ويمكن من بين هذه الدروس كنا بنتكلم إزاي كان في مناصفة وتضحيات بيقدمها الشعب للجيش علشان المرور من هذه الأزمة واستعادة الأرض مرة أخرى. إزاي ده يبقى درس مستفاد نقدر نعمل بيه النهاردة في ظل هذه التحديات؟ هيا إحنا في أمس الحاجة في الفترة الحالية للجزئية اللي حضرتك بتقولها، اللي هو التحام الشعب المصري يبقى على قلب رجل واحد. يمكن الرئيس سيسي قال هذا أكثر من مرة، وإحنا نجحنا لما الشعب المصري التحم وبقى على قلب رجل واحد بعد ثورة 25 يناير. شوف إحنا حققنا إيه، يعني حققنا ثورة رائعة في 30 يونيو. ثم حاليا احنا فين؟ احنا يعني انجازات والى اخره، كل ده كان بتلاحم الشعب المصري. لو نفتكر الاحداث بتاعه 25 يناير والى اخره، وحاله البدايات البسيطه اللي تم زرعها عشان يعملوا حاله انقسام ويبثوا فتنه والى اخره، لم ينجحوا. كل الجهود اللي كانت بترمي إلى هذا لم تنجح. إحنا في أمس الحاجة دلوقتي ده لالتحام الشعب المصري، مش خلف القوات المسلحة، ولكن يلتحم على قلب رجل واحد لصالح الدولة المصرية، لصالح الجمهورية الجديدة. إحنا في أمس الحاجة لكده. الضرب المثل في حرب أكتوبر زي ما حضرتك ذكرت في هذه الجزئية، لا دي كانت ملحمة. صحيح. الشعب المصري قام بملحمة. يعني احنا اتكلمنا على تحويل الاقتصاد المصري الى اقتصاد حرب، ده يعني ايه للشعب المصري؟ يعني اكتر من اللي احنا الناس بتتكلم عليه، سكر سعره زيادة ولا رز ولا خلافه، لا ده كانوا بيربطوا الحزام. عدم الاتاحة، وصلنا الوقت مفيش اتاحة، عدم اتاحة يعني عدم اتاحه لسلع كثيره جدا. السلع دي كانت بتروح تاكل الجيش وتاكل القوات المسلحه المصريه، كل الجهات في الدوله، فنانين اعلاميين، كله كان. حتى الفنانين، حتى يعني الريع او حتى الحفلات اللي كانت بتحصل، الفنانين كانوا بيتبرعوا بيها باجرهم فيها طبعا. كل الجهات كانت بتشتغل على قلب رجل واحد، قلب رجل واحد، ان احنا عايزين نوفر كل الامكانيات وعوامل النجاح للجيش المصري من دمنا ومن قوتنا ومن احتياجاتنا الشخصيه. ده اللي هو رجع المسؤوليه الوطنيه، وهنا انا بقول المسؤوليه الوطنيه لان ربما غاب هذا المصطلح كثيرا لدى البعض، واصبحت الانا هي التي تسيطر. بالظبط كده. يعني برضو اضيف لحضرتك اللي هو احنا بنقول عليه الولاء الوطني، بنقول عليه الوعي الوطني، بنقول عليه الوعي المجتمعي، بنقول عليها المواطنة. كل دي مفردات احنا عايزين ننميها ونفعلها في المجتمع المصري حاليا، لان احنا في احوج الحاجة ليها. احنا في مرحلة لو خرجنا منها هنبقى في مصاف الدول المتقدمة، هنبقى جمهورية جديدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى وبكل ما يتمناه أي فرد في الشعب المصري.